حبابكم حبابكم، مرحب مرحب، حبابكم جميعا. محمد علي النعيم، هلا بك والله. نصر الدين، هلا بك. معليش معليش يا، نأسف على التأخير، نأسف. إن شاء الله من بكرة هطلع في الوقت المعتاد. الريع عثمان، هلا بك. أحمد سعد، هلا بك. حبابكم، أي نعم في تأخير لا ننكر ذلك، ولكن سوف نعالج الأمر إن شاء الله بكرة. هنعالج الموضوع من بكرة بإذن الله، إذا حيين نعالج الأمر ده يعني. نعتذر ولكم العذب حتى ترضوا. طيب الناس اللي حضرت دي، شير لايك ملصقات، شير لايك ملصقات، حماية الصفحة. في ناس بيقول لك احنا اتحذرنا من الصفحة، بقول فيس اذا انت ما متفاعل مع الصفحة بلغيك يعني، بخارجك هو ذاته. اذا انت ما متفاعل مع دي سياسة الفيس كده يعني بلغيك، اذا انت ما متفاعل. الواحد تلقاه قاعد يراقب من بعيد ويجي يقول لك والله احنا اتحذرنا من الصفحة. انت ما اتحذرت، انا ما قاعد احذر الا زول ضد القشم يعني. حتى لو وجهت لي اساءة ما عندي لك حاجة، والله ما بحذرك. إساءة عادية كده في شخصي أنا كإبراهيم ما بحذرك، لكن تتطاول على القشم وتعمل لي فيها مشكك وفترتة، تعمل لي فيها قرفان وزهجان، طوالي بنشوتك برا يعني. ديل يعني ضد البلد. ما هو أنت عندك رأي في القشم، القشم التحت. نحن ما عندنا شغلة مع القيادات، من القيادات جابوا الكلام لنفسهم، لكن القشم التحت ده المؤسسة دي بس تمشي على معناه انت، نحن صنفناك يعني كده. انت واضح انك انت عدو للوطن، بتفلسفوا ديل. الواحد تلقاه جنجة وخجلان من انه يقول هو جنجة، يقعد شنو؟ ها؟ يتفلسف لك ما هو والمفروض، وحنقعد في الفترة دي لمتين، ونحن وكأنك انت مأجر زول، ولا مأجر العساكر اللي قاعدين ضاغطين على الزينات وبعيدين من اهلهم و قاعدين يحموا في البلد دي، وانت قاعد هناك بعيد مرتاح. تقعد تنظر رهن، مش شغال بيك هنا اساسا. تفتر ولا ما تفتر؟ تداقي باللي، والناس الداقين باللي ما فتر. تفتر انت، تلقاه ولا قاعد في معسكر نزوح، ولا قاعد في اي حته، يقعد يشبك لك الناس. انا وانا 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 تنظير كده بس. الناس الجاد ال 1100 ديل، شير لايك ملصقات، ثبتوا البث عشان نبدا نخش بالتفاصيل. عندنا عناوين بارزة، عندنا الدندر سنجا سنار، عندنا هناي، عندنا قائد الاستخبارات، عندنا بعض ال أو عندنا الموقف العملياتي، عندنا الموقف العملياتي، ما عندنا حاجات كثيرة يعني. طيب بديكم الله انا عارف انا حاجه اكرر الكلام ده كتير يا اخوان. انتوا المفروض تكونوا سنه ونص يعني عرفتوا منو البنقل او البلفح، ومنو البنسخ، ومنو الاخبار، ما يعني شكل شكل الخبر ذاته اذا كان اشاعه ولا هنا، المفروض يكون واضح بالنسبه لكم. انا ما في انه الخبر هو اشاعه ولا غير، انا ما اتكلمت عنه رغم انه الناس في التعليقات شابكين لك ها اكد لنا الموضوع، اكد لنا الموضوع، وجايني برضه في الخاص بيقول لك اكد لنا الموضوع وما عارف شنو. يا اخوان الموضوع لو كان حاصل ما كان بخلت لكم بيه يعني. اعني هنا الموضوع بتاع منو؟ بتاع سنداله. هو سنداله ده ذاته منو؟ سنداله ده منو؟ ما نحن لو جينا سالنا عشان تعرف انه نحن بنعمل اللي بتاع معالج، منو سنداله؟ شنو يعني سنداله؟ زول بيتكلم بخشمه يعني سبحان الله، شنو يعني؟
شنو يعني سندالة؟ منو؟ لما نقعد احنا نهتم سندالة قبضوه سندالة جابوه سندالة جاي وما عارف شنو منو سندالة؟ كده سؤال. سألت نفسك منو سندالة؟ احنا بنعمل للحياة ذاته أو للهناي معالج ها؟ وزي ما بقولوا كده بنقيم التوافي. منو سندالة؟ والله سندالة أقسم بالله الواحد يعني هو أتفهم إنه الواحد يتحدث عنه أو يذكر اسمه. راجل خرف زول ما عنده موضوع زول شقال كله مواضيع انصرافية. أنا ما أعرف الناس هذا بتحضر له ولا شنو ولا بتسمع له ولا شنو. سؤال الدنيا كلها والله قالوا ما عارف جايبينه وقرب وسبحان الله فيه يعني صفحات كبيرة مفروض تكون يعني ثقة الناس بتثق فيها شالوا الخبر ونزلوا على انه ما عارف الزول ده والزول ده وانا عارف انه الموضوع طلص بقيت لمن اي اتكلم اقول يا اخي الشغلة دي اشاعة نفندة الناس بيردموني ما الناس بقت ما بتقبل الحقيقة الناس بقت ما بتقبل الحقائق الناس دايرة الناس دايرة سواقة ما بتقبل الحقيقة تسوقهم كده هم بتكيفوا حتى وان كان الخبر غير صحيح اقسم بالله بتكيفوا في ناس كده يعني بتكيفوا سندالة خلي يا اخي احنا في جنجة عديل قاعدين داخل البلد سندالة وما عارف مين خالة جعفر وشنو ما عارف الجماعة دل خليهم دل ما ناس بعيدين اخوانا زول بيتكلم بخشم ده خليه يتكلم لكن الناس اللي قاعدين داخل البلد وفي سيطرة الجيش في اماكن سيطرة الجيش وشقالين بنشروا بصفحاتهم الشخصية بنشروا داخل سيطرة الجيش اماكن سيطرة الجيش وشقالين يهلعوا في الناس ويصدروا في الخوف وما عارف جايينكم ويردموا في الجيش ويسيئوا لقيادات الجيش ويسيئوا للقشم ذاته تحت لمنسوبين الجيش ولمؤسس الجيش ذاته يسيئوا لا قاعدين ما في زول سالهم ولا في استخبارات سالتهم ولا في جهاز امن مخابرات سالهم ولا 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 الاولى وينه؟ يا اخي نقد على قد النقد الهسه بتطاول على المؤسسه ده فكاهم ولا فكاهم قائد الاستخبارات قائد الاستخبارات قال زولنا فكوا فكوا عديل كده خلوه يمشي يمارس شغله من برا خلوه يمشي يشتغل من برا فكوا عديل هسه نقد اللي بيتكلم وبيتطاول على الجيش وكان قحاطه سابقا والان اصبح كوزين كده فكوا عديل كتار القاعدين يجيبوهم عديل كده يستلموهم في التفاتيجي عساكر بيعملوا العلم اقبضوا فلان اقبضوا فلان يمشي جوا ناس الجهاز بهنا بهنا يقول لا يتخارج او الاستخبارات بهنا وهنا يقول لا يتخارج وفي ناس وحياة الله ماسكنهم طرد يا ساي تلفوناتهم شقالة اكلهم بيجي من برا امورهم تمام قاعدين والله ولا شفت السفرة قاعدين معاملة خمسة نجوم معاملة خمسة نجوم انت جوا ما نجطوا ده تقعد تقابل لنا سندالة وناس جعفر وناس منو وناس هنا برا انت جوا جوا انت ما نجطوا هو يا اخوانا الصح ده صح سندالة ده ما يتكلم خليه يتكلم يا خجمه لحد بكره هيعمل شنو يا سندالة عنده تأثير في ما عنده جعفر ده عنده تأثير ما عنده عاملين لنا ناس غيمة ساكت ما عارف منو ده عنده تأثير ما عنده انت جوا المتعاونين الناس اللي أزوا منهم الناس صحيح صحيح وماشيين كده يعني كويس ماشيين كده بحق الناس شايلين قروش الناس عادين في جيبهم قروش قرعان مواطنين بيجوا سبب بسببهم كمية من الناس هناي راحوا فيها الجيش ما سألهم والله بيجوا ماشيين بالارتكازات دي اقسم بالله لازم بوصلوا في الوصل مصر في الان القاعد في بورسودان في خليك من ده حتى القوات النظامية شرطة هسه في صول في كسلة قبل 3 يوم وانا حاكشف كده ده شابك الناس والله ما عارف الجنجي عندهم 1000 مسيرة يعني والله ما يخوف في العساكر اللي قاعد معاه ده وين الشرطة الأمنية منه وين الاستخبارات من الكلام ده فالشغلة دي من جوا قريبي قريبك واسطة وقريب فلان وقريب علان وما عارف ما تسأله ويجي ما عارف الناظر الفلاني والناظر الفلتكاني وده من ما عارف أولاد كده وده من أولاد كده شغلة دي دايرة حسم يا زلمة تاسع يوم واحد شفت زول ود الدروة شفت زول ود الدروة يوم واحد شفت زول كده نفذوا فيه زي ما بيقولوا كده قانون او عمل عقوبه رادعه كده للناس الاجرموا في حق الناس شفتم ما في فشنو يعني يجيبوا لك سنداله ولا ما يجيبوا ما حيعملوا له حاجه والله انا اجزم مش اكاد اجزم اجزم عديل انه حتى سنداله ده لو كان جابه مع انه الخبر طلع طلص وسواقه بالخلا لو كان جابه كان سوف يعامل افضل انواع المعامله وما في زول حيمشي عليه وما في زول زاده هنا وبعد
يوم يومين كده يقول لك شنو؟ فكه يا زول. هاي بلد دي ماشي مشقلبه، ماشي بالعكس، ما في وطنيه، كلهم طلاسين يا زول، كلهم طلاسين. ما تلقاه مليان دبابير وقاعد في، اقسم بالله هم مصلحته بس شغالين تحويلات في حساباتهم، ضباط شغالين تحويلات في حساباتهم، شغالين يقبضوا في الناس. اغلبيه ضباط الشرطه الان في المراكز الخدميه شغالين يوزعوا في حساباتهم، يقزوا في حساباتهم، يقول لك الشغله دي ما مضمونه. والله كل حد قاعد يراغب فيها. فالبلد دار شغل يا اخوان، قصدكم الغوله، البلد دار شغل والله العظيم، بلد دار شغل، دايره ضمير، ما دايره ذل. ها برهان والمعاودي دي الناس متلكلكين ساي، والله ولا لك عادي، اقسم بالله متلكلكين ساي. ناس بتاع المداهنه ساكت، لو ما بتاع المداهنه يا اخي، ناس متعاونين مع الجن قاعدين معروفين فلان وفلتكان وعلان وهنا تقعدوا تضاروا عليهم وهاي، ولا كلام فارغ ساي. شو داري حسن، داري جديه، داري جديه. طيب نشوف الناس شيرت ولا ما شيرت، شير لايك ونصغات يا اخوانا. دخلنا في الموضوع بتاع، والله ما كنت عايز اتكلم عنه لانه اتفهم من انه الواحد يتحدث عنه. الناس الشير 500 شير كده على السريع، وهي اللايف ده لسه بعيد، ثبتوا اللايف. لا يمكن احنا نشتغل لايف ويتحذف والناس قاعدة. ايوه الناس تشتغل تحت، تنظف الناس التحت، بعدين الباقي هين يا زول. البرة ده هين، البرة ده ما بيجي، البرة ده ممكن تقبضه بالسفارة بس، مش تقبضه بالسفارة بس، تمسك اجراءاته بس، لا تجدد له لانك معاه شغل تخليه لا في الصينية، لكن نقض الجوة ديل. نجدوا لنا الجوا دي، حتى انا بعد كده احنا ما قاعدين، او تاني بعد كده احنا ما، الله العظيم شفت نهايه ما بنكش حين بس، والله رضا وقبل قبل، والله ما رضا وما قبل، الله ما عندها لك حاجه. على البلد بتضيع يا زول، وفي ناس زايرين يغطوا على الناس. طيب عندك الدندر والسنجة، ما في جيش يستلم الدندر، دي معلومه حطها في راسك برضو، ده خبر من الاخبار من الصباح طاشه. ما في الايام دي في عمليات نوعيه، قلنا لكم الايام دي نازل ركز على العمل النوعي وشقالين عمليات نوعيه وقرى، يعني جن جداتهم ما في حسابات منه يصل جيش، الجيش قاعد يصل، او ناس العمل الخاص بيصلوها الليله 11 نفر، 11 نفر بس استلموا قريه، قريه ما دايرين نذكر عشان بكره يقول لك ابراهيم والله كشف تحركات الجيش، ولا لا لا والله 11 نفر، 11 نفر استلموا قرية كاملة، شطبوها بجنجل فيها، بجنجل فيها شطبوها 11 فرد بس، عشان تعرف انه القيادات ديل ماسكين زمن بالعساكر، واهمين العساكر ومصورين لهم انه يا اخي والله العظيم الناس ديل وقناصين وما عارف شنو شنو وسواقة وكل ده، عشان يطيلوا الحرب، لكن ما في ما في حاجة. 11 نفر استلموا لهم قرية، 11 نفر استلموا لهم قرية، واستلموا كمان جزء من العتاد بتاع الجنجة الموجود هناك، 11 نفر اقسم بالله ما زايدين ولا هنا، 11 نفر، جزء بسيط منهم نظاميين وجزء مستنفرين، 11 نفر بس عمل خاص، قلعوا قرية كاملة من الجنجة كان قاعدين فيها. شوف ده لو حركوا متحركات عديلة كده وشغل عديل كده، هل بيحصل شنو يعني؟ قرى إذا كانت بتتحرر ب 11 عسكري، هذا العسكري بحرروها يبقى شنو؟ طيب برضو في عقيد، وانا المره الجايه والله بجيب زيتك هنا، في رائد، وانا الكلام ده جبت ذكرته لك، رائد جات معلومه انه الجنجة شكلهم طاشين شبكه ضالين الطريق، الله اعلم. المهم الرائد من راسه اشتغل نصب كمين للجنجة الجايين ديل، كويس، استلم عربيه بعتاد العسكري ويغم الجماعة. قال لك العقيد زعلان، قال ليه نازل اتحركوا، احتمال يكون ده استدراج. شوف العقيد ده قلبه كيف، قلبه طشط، قلبه طشط. العقيد منتظر تجيب توجيهات، اتحرك يا سعادتك، جخنن يا سعادتك، واصلا التوجيهات اللي بتجي كلها خندق يا سعادتك، خندق، سيد العقيد داري خندق، لكن الرائد ده يشتغل شغله، وقال العقيد زعلان. العقيد زعلان، عشان تعرف ان البلد دي فيها ناس بالسهل الجغم قبل الجنجة زي العقيد ده، والله العظيم، والله زي ده المفروض طوال يمشي الدروة يا اخي. تفادوا جابوا لك عربة، وجابوا لك جزء من الذخائر، وجابوا لك كم صندوق بتاع جرانوف،
وجابوا لك هناي بدل تستبش بدل تفرح وترفع معنويات عساكر ما ادي لك قدومك وزيان زيان لشنو انت زيان لشنو رايد اقسم بالله لازم المفروض يرقى والله تا زول ما عندك موضوع ولا شنو قال زعلان قال ها دي شغله دي على العموم المره الجايه والله العظيم بنكشح زيتك اقسم بالله بنكشح زيتك المره الجايه اصله طالع لعب ما في اخواننا هو طالع لهم مستر يزول والله يوم مستر يزول الله لا سترهم يا زول والله لا جارين بهم هوا يا ناس قاعدين في في اللي هنا المراكز بتاعت الوادي وجبه ما لاقينا ويجيك ضابط زي ده امور ماشي امور مسلكه ها لا داير يشتغل ولا داير يقوم بواجبه ويجي يقول لك قال ده تصرف من عندكم والسيد الرايد السيد الرايد اشتغل شغله والسيد الرايد ده ارجل من مليار زيك ارجل من مليار زيك وانا قاعد رايك تتخذ اي اجراء والله فتك اقسم بالله العظيم شفته بملفاتك القديمه تستهبل انت ولا شنو؟ واس اتخذ اجراء بعد اتخذ اجراء عشان تشوف ذاتك وش الحل اللي ما بتعرف. طيب العمليات بالذات سنار وحاولوا سنار في شغل كويس جدا جدا قربي سنار الليله في شغل ما شاء الله تبارك الله. الغريب انه لقيت واحد قال لك هدوء في جميع المحاور يا زول انت قاعد في اي كوكب ها قاعد في اي كوكب هدوء في جميع المحاور والله قال لك في غرفتك يمكن تتلف الشمال تتلف اليمين تعايم فوق غرفتك ده الهدوء هنا هذول الشغله ماشي وناس العمل الخاص زي اللازين وماشيين ومدورين ومدورين وعليه القسم وعليه القسم الكلام ده انا قلته وفي جروب كده قاعدين نناقش فوقه والله هيئه العمليات ديل والله العظيم في نوع معين من الاسلحه والمضادات دي لو كثفوها لهم لو كثفوها لهم وادهم تعليماتهم في يدهم والله يا العمليات دي اي مكان فيه الجنجة يمرقون منه. وعليكم السلام يا راكز الراكز ايهاب حبابك راكز ايهاب جبت شايفك برضو نزلت بوست كده محترم جدا جدا عن انه الناس تثبت وما تنشر وما تلفح ساي كلامك منطقي جدا جدا والله انا جبيل قريت البوست ده وتكيفت يعني ويا ريت الناس زي اللي تعظوا يا اخي الكلام ده قاعد نقول فوقه ها الله يا ريت الناس تعظوا وما تنشر ساي وما تلفح ساكت تسلم يا راجل تحية لك كويس الزول قال شنو قال هدوء هدوء كيف ناس شغالين وجاغمين وبيجوا راجعين بعربات بيجوا راجعين بزغاير جاغمين لهم اكثر من فوق ال 50 جنجاوي في محور واحد ها مدمر لهم اربع عربات دي مدمرة وعندك محور ده خليك من ده قربس النار ست عربات مدمرة ها واحدة بحالة جيدة كيف تقول هدوء وديل دقات مطر ولا شنو؟ ها؟ دقات مطر الواحد لما عنده مصادر ما يقعد يخمن او يطلع حياه من راسه ساكت، انت جايب خبر ساكت في عمل خاص وعمل نوعي وعمليات مباقته شغال اليومين ده بيعانوا منها الجنجة اليومين دي في نظافه شغل ثقيل جدا جدا، تحيه برضه لناس الدمازين تحيه لكم اقسم بالله والله شغالين وبالين تحيه لكم ما قصرتوا في النار الايام دي في حركه في شغل في قيادات بدوا يشتغلوا بدوا يتحركوا لكن انا بقول شغلكم ده كله اذا ما ساعدتوا لنا جبل مويه وشفنا الجيش ده فيه وكده وصورتوا لنا فيديوهات عديل كده ونزلت في صفحه القوات المسلحه انا بشوف انه والله العظيم ما عملتوا اي حاجه معلش مع احترامنا لكم ولعملياتكم النوعيه لكن جبل مويه انا واثق تماما اذا الجيش داير يرجع جبل مويه الليله ده بمقدور انه يرجع جبل مويه بمقدور انه يرجع جبل مويه اليوم اقسم بالله بمقدور انه يرجع جبل مويه الشغل بتاع نظافه الغرة والهنايه ده الاولويه انك ترجع جبل مويه جبل مويه اللي بسببه جات الطامه وجات الكارثه للدندر لسنجا لغيره بسبب اخطاء الربيع الله لا كسبه ولا كسب غايه الاستخبارات معاه ولا كسب كويس بعض مماطلين المعاو فرط في جبل مويه جاب البلاوي للناس الناس في جبل مويه اقسم بالله ما كانوا يتوقعوا انه المنطقه دي يصلوها الجنجه لو حصل الهجوم الاول لمن الجيش صداو والناس دي مرقت بمعنويات حتى النساء مرقوا يا ما كانوا مصدقين ذات انه الجنجه يصلوا هنا لكن بتخاذل الربيع وبتراخي الربيع ها وب اللولو والوكاده بتاعت السيطره مكنهم من الجبل انا بالنسبه لي الجبل ده سلم كما سلمت الفرقة الأولى بقول لك عادين والله ده تسليم والله تسليم
جبل اقسم بالله العظيم تسليم، زي جبل الاولياء برضه تسليم، زي الفرقه الاولى برضه تسليم. اليومين مطلع لهم كشف ب 16 ضابط قال يحلهم للتحقيق، من ضمنهم في جماعه في سنجا وفي جماعه منهم قال انا زي يحلهم للتحقيق، انا ده اللي صرفوا من راسهم. انت خدت 200 عسكري في فرقه، خدت 200 عسكري في فرقه، انت كان داير تحاسب، تحاسب المقدم اجا داير يشيل الدوشكو مشى هاجم ناس المدفعيه كويس وقال لهم لبدوا الدانات دي ومدوا، انت كان داير تحاسب، تحاسب يقول لك انا مرسل من الفرقه، ويقول لك انا مرسل من الفرقه. انت لو داير تحاسب بتحاسب ديلك ولا بتجي بتحاسب الزول اللي انت خدت له؟ ها؟ خدت له 200 عسكري وبثلاث عربات. انت كان داير تحاسب بتحاسب ديل ولا بتحاسب داك؟ مو سؤال، بتحاسب منو؟ كلام كثير يا زول. فده ما وقته، فالايام دي في صحيان وفي شغل وفي يقظه وفي نظافه بواسطه العمل الخاص، ونحن دايرين العمليات الواسعه، دايرين التحرك للمتحركات القاعده دي. ما عندك جيش، لو ما عندك جيش احنا معلش عندك جيش، بسبب الجيش اللي عندك ده انت قلت يا اخي المقاومه دي والله احنا الا بعد ما نستوعبكم وجنبتها تتجرجر، ما هو انت معتمد على جيشك، لكن ها ماذا تشتغل لنا؟ احنا دايرين عمليات ارضيه واسعه مكثفه، دايرين استحواذ ودايرين تقدم، استحواذ تقدم يا زول. ذاته احنا كونك تحافظ على سنار دي 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 ما المهم سنار ذاته المفروض شفت ما يحلموا بها الدنجا، المفروض ما يحلموا بها عديل. هسي الايام الجايه ننتظر في وعود انه حيكون في شغل كويس، في سلاح وصل، نتمنى انه يكون الشغل كويس، ودارين بيان بالعمل، ما دارين كلام ساكت. عندنا جبل مويه، عندنا الدندر، عندنا سنجا، عندنا السوكي، عندك اكس واكس 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 ديل جبال رسلنا لكم وريناكم الناس ديل بيعانوا من شنو ومشكلتهم شنو، ما قدر احددهم هنا لكن مشكلتهم شنو. جبال وعليه القسم اذا ما وصلهم المطلوب احنا برضو حنجي هنا وحنقول والله الضابط الفلاني خاطبوه بتاريخ كده كده، الطلبيه كانت كده كده، قنك عمل نايم وعنده ما دار يدي عديل، بنقول والله ما عندنا حاجه لزول والله، ولا بنرجع لزول ولا شغالين بخط زول، بيهمونا بيهمونا العساكر اللي قاعدين شايلين ارواحهم ديل كويس، وبيهمونا المواطنين ديل، اصلا ما عندنا حاجه لزول. هوي نقول لك واضح كده. طيب عندك الجزيره عموما، الجزيره عموما العمليات الارضيه المحاور المفروض انها ترجع الجزيره شغاله تدوين وشغاله شنو ما عارف ما في. عندك المحور بتاع المناقل، ناس المناقل ديل ديل اكتر ناس متحركين، وحتى ذاته الايام دي شايف يعني شغلهم قل من اول، ما عارف السبب شنو، لكن ده ما المعتاد منكم يا في ده العمل الخاص اللي هناك، اتحركوا وشوفوا شغلكم مع الجماعه ديل. بحري في شغل ماشي يعني، بحري دي ما حصل ناموا، عشان كده نحن بقينا ثابت هنا، ثابت هنا البحر ده شغالين ان شاء الله تبارك الله، كل محاورهم هناك ومواجهاتهم هناك داقة، مدفعياتهم داقة، مسيراتهم داقة، حتى الأيام دي في شغل ظريف جدا جدا بتاع مسيرات حول المصفى يعني، أنا أول مرة أشوف أو يعني ألاحظ إنه نازل حيدوا ارتكاز كامل، مع إنه جنج عملوا خطوات تنظيمي أو إعادة تنظيم، لكن برضه فقدوا، يا ريت الشغل ده يستمر يعني، ومنتظرين جنوب المصفى، لو سألنا السيطرة منتظرين جنوب المصفى، سؤال بس. المصفى منتظرين بشنو؟ والله ما محتاج كثير، والمصفى ده اذا تحرر تاني نازل ما عندهم حاجه، وحتى اللي قاعدين هناك مصدقين انهم لحد الان قاعدين، ما مصدقين ما مصدقين. عندك برضو الكدراويه تحيه لكم شقارين، والله دي الناس لا محتاجين يحركوهم براغ اوتوماتيك كده يتبرمجوا على جغمة الجنجة، ما في يوم كده النازل يدهم بتكون كويس فاضيه، والله دائما جاغمين، حددوا لك مع الجنجة اللي هناك ديل، ويا ريت برضه تفكوا لهم ها اللجام، وفي بعض الاسلحه اللي بقول لك نشيلها، ما هو في كلام كده اخواننا ما ينفع نقوله، في اللايف ده لو شطحنا وسرحنا بنقوله. طيب جنوب الخرطوم، جنوب الخرطوم الايام دي شايف يعني في حي والله في حاجات كده ما بتتقال، لكن شنو؟ على العموم الناس في جنوب الخرطوم مشكلتهم حاجه واحده بس، القشمة الموجود هناك مشكلتهم دايرين يفكوهم، دايرين يفكوهم النازل، نازل جاهزين
يكون في علمك اكثر محور الان جاهز واكثر ناس جاهزين الان ناس المدرعات، اقسم بالله العظيم كله فيه ذخيره دنيا وعالمين مستنفرين جيش كله فيه نازل عندهم مناطق محدده اللي بتواجدوا فيها الجنجه والعاملين فيها صداع كويس، والجيش المفروض يمشي على العساكر بقول لك احنا هنعرف نمشي على حركنا على ده القشم بقول لك احنا هنعرف نتحرك ساعات ونصر الدين لسه بقول لك لا انا ما جتني تعليمات والتحرك تاتك نصر الدين كنت شغال كويس كنت شغال كويس ساعات ونصر الدين لكن الايام دي جبت لك يعني ما انا ما عارف يعني سبحان الله الواحد يكون ماشي كويس فجاه كده ها يبرد عندك عساكر ما شاء الله تبارك الله ما عليهم في السماء قال لك المنطقة الفلانية المنطقة الفلانية المنطقة الفلانية مهدنا لها وشيلنا القناصات اللي كانت موجودة هناك، قال بيمنعك تتحرك شنو؟ كده سؤال قال بيمنعك تتحرك شنو؟ المنطقة الفلانية المنطقة الفلانية عارفها كويس. ما في حاجة قال لك بتوقفنا أكثر من كده، الكلام ده والله قالوا عساكر قالوا ضباط قالوا 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 كويس وده الآن اللي بسببه عساكر كتار ده جاهزين تذمر داخل الدروع بيقادم هناك. سببهم شنو؟ لا ناقصهم اكل لا ناقصهم ذخيره ولا في بل جاي عليهم، قالوا يا اخي نحن بعد كده بدل ما نحن نكون منتظرين نحن نتحرك، ليه جنجه يكونوا قاعدين لحد الان؟ انه جنجه قاطعين ذخاير وحيدنا القناص الفلاني وارتكزنا في المنطقه الفلانيه وارتكزنا في المنطقه الفلانيه؟ ما في. ساعات نصر الدين كلام ده انت جبته من وين؟ ده ما كان كلامك ولا ده الشغل اللي بيشبهك. عساكر ده شايفينك ابوهم شايفينك اخوهم شايفينك احترام ما له حد ذاته محترمينك ما تخذلهم اشتغل شغلك الشعب ده كله وراك يا زول انت الوحيد والله انا اقسم بالله انا واحد من الناس متفائل بك ومعول عليك لكن مثلا انك تدي ها راسك لناس السيطره ديل ده الكعب يمشوك ناس ود الحسين والله ده الكعب اشتغل شغلك يا زول اشتغل شغلك افضل لك والله افضل لك انك تشتغل شغلك والله تكسب رضا شعبك تحافظ على الاحترام بتاع عساكرك افضل لك والله من انك تتبع ود الحسين ده والله حتمشي الى مزبله التاريخ اقسم بالله العظيم. طيب عندك سمدرمان تكلمنا في مساله التفلتات الحاصله من ال 93 93 في ناس بيقول لك 93 شنو 93 ده يا اخواننا اتحاد شخصيه اتحاد صفه الموظف ده زول بيكون ما نظام ولا حاجه، ناس بنوموا بالنهار بالليل بيشيلوا كلاجاتهم بيمشوا بدقوا المواطنين وما جيش ولا بوليس ولا جهاز امن ولا 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 ولا، ناس 93 طيب مسؤوليه بتقع على عاتق منو؟ الجيش هو جيش على السلطه هناك يعني، الجيش المهم القوات الموجوده هناك دي دي مسؤوليتكم، المفروض هناك ده ما في زول يعمل حركه بحركتين، وين الاستخبارات؟ وين الامن؟ وين الشرطه؟ وين 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 وين؟ وين الكلام ده؟ وين؟ لو مواطن هناك ساكت نهب او يعني تم ترويعه دي مسؤوليتك انت. انا ما بعرف زول بعرفك انت الجيش ده ما منطقة تحت سيطرتك يسألوا منين يعني؟ تيجي تقول لي يا اخي والله العظيم زول انا ما اعرفه ما اعرفه كيف؟ وين امنك يعني؟ وين امنك؟ ده كلام ما مقبول والله. والله ولا بنمشي الغلط بنتكلم فوقه. المفروض تأمن حملات مشتركة فوق صابرين المفروض تشتغلوا صباح مساء أي زمن وجوه غريبة ما شوي جاي من وين شغال شنو دخلت بتين ساكن وين جم وين تلفونك آخر تلفون ضرب لك منو صفحتك ماسنجرك واتسابك ده المفروض يحصل يا قدام يعني احنا بنوريكم شغلكم ده المفروض يحصل ما يمشي ساي يا الله لو اشتغلتوا بضمير يوميا تمرقوا 500 متعاون 600 متعاون اقسم بالله العظيم ده لو اشتغلتوا بضمير لكن شغله فيها مجاملات تمسكوا زول في الطب بالليل تقول له اجري يا زول ما دارنا نشوفك هنا ليه يا اخو جاك في بيتكم وما جاك في بيتكم الزول ده جاي عنده فهم الزول ده بتفكه بلقى فرصه المره الجايه ما بصادف الطب بيمشي بدور مواطن كيف يمشي هناك لو ثبت انه هنا يمشي الدروه شنو اللعب وشنو الحركات اللي قاعد تسوي فيها دي المجاملات جابت البلاوي دي ولسه مستمرين فيها ما ينفع الكلام ده. طيب العمليات شقالة النوعية السيد سعادته الظافر قرب مدرمان ما دار يسلمنا لا نظيفة بمقدور يسلمنا لا نظيفة إمكانياتك جيشك قاعد وين بنعرفه والله
تسليحك نوعه شنو؟ والله معروف. جاهزية فول اقسم بالله العظيم، عليه القسم لو اعتمدت على ناس الجهاز بس وباركت عليهم هسه بسلموك قربي ومدرماني. هسه بس لو شفتها باركت عليهم بسلموك قربي ومدرماني. معقولة يا أخي؟ معقولة؟ بالشهور ناس قاعدين معولين عليك بالشهور يا أخي؟ قاعد؟ فضل شنو اقسم بالله الناس لسه يقوموا من هناك. شنو يعني؟ عندك برضه جنوب مدرمان المفروض يحصل. طيب خارج العاصمة، خارج العاصمة عندك هناي الفاشر عصية على الجنجة، خلافات بالجملة. الجنجة مختلفين في ملت، فيما بينهم، فيما بينهم داقين باللي بيناتهم كده، زهجانين قرفانين. ده ما الوضع اللي حاطينه في راسه ولا الحسابات اللي حاطينها في رصينه. نازل مفتكرين انه الشغلة دي يوم يومين ثلاثة اسبوع اسبوعين اربعة، على الاقل من شاف ان الشغلة دي بقت فيها جغل مشتركة دخلت في النهاية امورهم جاطت، امورهم جاطت بالمرة. فما عندهم حاجة غير انهم يختلفوا، والمبلغين المبلغين كويس، المتخارجين متخارجين، والزهجانين زهجانين لانه مستاو ما في اي امل. ناس اقول نستلم الفاجر مستحيل باذن الله. وزي ما قلنا لكم، زي ما قلنا لكم في مفاجآت ان شاء الله في مقبل الايام، ومشتركه فوق ترابور وفوق. ما عندهم حاجه غير التدوين من بعيد، وما عندهم حاجه غير شغل المسيرات. حتى الشغل بتاع التسللات خفة ويكاد يكون معدوم ذاته. ده كله بشنو؟ بفضل او بعزم وبثبات ابطال الساسه وجيشهم المشتركه والمستنفرين والتحيه برضه لميارم الفاشر. يقول لكم الفاشر ده عصي عليكم يا جنجة، وبداية للنهاية، وكسرت عينكم وقسمت ظهركم، ولسه الصحراء دي كلها مشتركة. وبإذن الله في مقبل الأيام حتشوفوا بل عمركم ما شفتوه، والبلد جاهزة ما في أي حاجة، ما في أي حاجة، إمداد زخاير كله فل. ولحد هنا إخواننا ونقف، والناس شير قبل ما تطلع من اللايف ده، شير لايك ومساقات عشان نقدر نحافظ على الله. فلا نلتقي غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.